الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نبدا باذن الله تعالى بمذاكره كتاب التوحيد يا أخوانا من في ذاك الجمع يا أخوانا تقدموا يا أخوانا يا أخوانا ما يصلح هذا إما أن نكون جماعة واحدة أو جماعات ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تفرق الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا في منزل أن هذا من عمل الشيطان أنتم أخواننا اللي بالخلف هناك تقدموا إما هناك أو هنا ما يصبح هذا لو يدخل الآن علينا إنسان وقل هذا حال المسلمين في المساجد ما بالك خارج المسلم متفرقين وهذا في كلام وهذا في كلام يعني لا يوجد توقيت لمجلس العلم صحيح؟ أي نعم فلا بد أن نجتمع الافتراق الظاهر عنوان لماذا؟ عنوان الباطل عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا لماذا؟ حتى يكون يعني لا يشابه الكفار بهذا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا طيب كتاب التوحيد لماذا ندرس التوحيد هذا تقدم معنا لماذا ندرس التوحيد هذا تقدم معنا لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك أي متن كتاب التوحيد؟ من يعلم؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ نعم 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 نصيحة العلماء وغيرها المؤلف إمام المؤلف إمام معاصر شهدت له الأمة يعرف الشبهة التي يبدأ بها أهل الشرك في زمانها ويرد عليها ثناء العلماء عليه كثرة الشروحات على هذا المتن الإرشاد إلى حفظه حسن التبويب والترتيب والتصنيف اشتمل على أدلة من كتاب السنة وهذا أهم ما يكون ذكر أنواع التوحيد الثلاثة ركز على توحيد الألوهية وهذا أكثر ما يكون يعني في خالق كما ذكر الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى في مقدمة القول المفيد وغير هذا كثير إذا هذا سبب الدراسة لهذا المتن المبارك متن كتاب التوحيد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر درس في كتاب التوحيد وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كنت لا تفرح بدرس التوحيد انتبه إذا أنت على خطر. لا بد تفرح بدرس التوحيد ولا تنام. انتبه. نعم. توحيد الله حياة القلوب. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخرج إيمانهم بظلم الظلم الشرك. ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ أولئك لهم الأمن. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهم مهتدون، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. نسأل الله يهدينا وإياكم يا رب. إذا لابد تفرح بدرس التوحيد، تقول أريد في كل يوم توحيد، ولا نستطيع أن نستغني عن الله ما فتحي. نعم. حياة القلوب. أمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أدخله السجن. تخيل أن أنت شيخ الإسلام الله أعلم يا شيخ سفيان، يعني إشكال هذا الآن في كل درس نأتي ونقول يوجد سيارة تغلق الطريق ويوجد كذا، ما يصح حال أخواننا الآن، يعني جيران المسجد، ما نريد واحد منهم يتكلم ويقول هؤلاء طلاب العلم أتوا للعلم وتركوا العلم، فما يصح. في كل درس يأتي ويقول عندنا إعلان سيارة أغلقت على كذا وكذا، ما يصح. نوقف إذا الدرس ولا ندرس أحسن. مو منك أنا، ما أتكلم عليك، تكلم اللي معه سيارة، يعني ما يصلح هذا أخوان. في كل درس يا أخوان نتقدم، ما يصلح هذا أخوان. إحنا أردنا العمل تطبيق صحيح. ماذا يقول هؤلاء؟ الدعوة إلى الله أحيانا تكون بالفعل أعلى من الدعوة بمعنى بالقول صحيح. نعم. آخر مرة لهم مولا. Donc voilà, comment on fait comme les propriétaires de la Saxo Grise, immatriculé 531 EFN 78, et le propriétaire de la 807 Noire, immatriculé AT 014 YY, se prient de venir déplacer leur véhicule car elles encombrent la circulation sur le parking. Nous avons offert et on s'excuse auprès du chef, madame la première chef. إذا وجدنا السيارة هنا يعني مخالفة للنظام، كما نأخذ الدفاتر والجوالات نأخذ السيارة والحمد لله، وهذا الأمر وهذا أحسن. إيش رأيك؟ الحمد لله. إذا أغلقنا يا أخوان ما والله ما يصلح. ركب يهودي في الحمل أعطى سائق الحافلة الأجرة هي 1 يورو، هو دفع 2 يورو مثلا، أنا لا أعرف يعني كم دفع، المهم دفع زيادة عن الأجرة. فهذا سائق الحافلة، هذا هنا في أوروبا، سائق الحافلة أخذ يفكر هل يرد لهذه الزيادة أو هي زيادة بسيطة يعني 1 يورو. ثم هو يفكر الآن يقول يعني آخذ، يعني هو يفكر أنه إذا أراد أن يسلك يورو، يقول لا يعني قليل هذا، لكن يقول لعله هذا لا يسأل عن اليورو، يعني أخذ يتردد يأخذ لا يأخذ كذا، حتى وصل هذا اليهودي إلى المحل. توقفت الحافلة وراد اليهودي ينزل، فقال لهم هذا يعني قال أنا ما أسلك، يعني أسلك 1 يورو، إذا أسلك يعني أسلك شيء كثير، تعال خذ هذه زيادة لك. قال اليهودي
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. ساق الحافل هذا قال ماذا؟ لماذا أسلمت؟ ما السبب؟ يعني ما السبب أنت أسلمت الآن؟ ماذا حصل؟ قال حصل أني أردت أن أتأكد من شيء والحمد لله وصل أمانة أهل الإسلام، عرفت الآن أمانة أهل الإسلام. فهذا شاعر القصر قال الله المستعان، لو تعلم ما كان في نفسي أني أفكر قليل وكثير وأسرق ولا أسرق. يا أخي أنت داعي إلى الله، نعم أحيانا الدعوة إلى الله وتعلم كثير من الكفار دخل إلى الإسلام بالفعل لا بالقول الله. إن شاء الله بيكون العكس. آخر مرة هذه آخر مرة نعلم فيها. طيب كتاب التوحيد كتاب يكرر العلماء علماء الدعوة كما ذكرنا لكم على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان رحمه الله جميعا. هذه الكتب بل جاء طالب علم الشيخ بن باز رحمه الله وقال يا شيخ الكتب كثيرة الآن أنا أريد أن تخفف عليك تذكر لي كتاب أو كتابين فقط ما أريد أن أتعب يعني أنا أريد شيء يعني أعكف عليه وأحفظ لكن شيء قليل. قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام كتاب مهم جدا يا إخوان لا تبالي أنت تقول يعاد الكتاب يعاد عشرات المواد لا إشكال تجد في كل مرة أنك تجد فيه فوائد عناية العلماء وتكرار العلماء لهذا الكتاب دليل أنه فيه أثر فيه يعني فوائد ما شاء طيب لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ فهرس كتاب التوحيد على ماذا يحتوي؟ لو أردنا أن نقسم أو نفهرس كتاب التوحيد والله أعلم نستطيع أن نقسم هذا الكتاب حتى يعني نقرب المعلومات إلى كم قسم؟ 10 أقسام الله يفتح عليك نعم إلى 10 أقسام من يذكرها لي؟ ما شاء الله بسم الله. القسم الأول مقدمة المقدمة وهذا أي القسم هذا نراجع الآن في هذه الفترة مقدمة المقدمة هذا القسم الأول تفسير التوحيد الثاني تفسير التوحيد القسم الثالث بطلان بطلان الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غيره الأول المقدمة والثاني تفسير التوحيد والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله الرابع سبب كفر بني آدم سبب كفر بني آدم لابد أن تعرف ما هو السبب المؤدي إلى الكفر حتى تجتنب هذه الأسباب تحذر منها نعم كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى ثمانية ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده لماذا يقع الشرك في الأمة؟ لا بد تعرف هذه الأسباب حتى تجتنبها حتى لا تقع في الشرك وتحذر منها الناس هذا القسم الرابع الخامس رد على ما يقول لا يوجد دحض حجة من يقول أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله القسم السادس أعمال الشيطانية أعمال الشياطين السحر والكهانة والتنجيم والتطير وغيره أعمال الشياطين بعدها أعمال القلوب أعمال القلوب المحبة والخوف وغيرها الثامن إنكار الأسماء والصفات الأسماء والصفات أفرد له باب وهو قسم ثم أطول قسم الكتاب والقسم التاسع المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات وهذا من المؤلف من حسن
التأليف والترتيب، جمع ثم فصل حتى تضبط العلم لله ذره. الأخير ختم الله لنا ولكم التوحيد، ختم بباب ما قدر الله حق قدر. من يعيد لي هذه الأقسام العشر؟ سهلة جدا. من يعيد؟ أنا أساعدك يا أخي، أنت فقط هذا أول كلام وأنا أحمل الباقي بإذن الله. نعم، لكن تشجع. نعم، القسم الأول المقدمة لكتاب التوحيد، القسم الثاني تفسير التوحيد، الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، الرابع سبب كفر بني آدم، ما هي الأسباب المؤدية للشرك والكفر، نسأل الله السلامة العافية، الخامس دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، السادس أعمال الشياطين السحر والكهانة والتطير والاستسقاء بالماء وغيره، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهج اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخير الحمد لله. طيب المقدمة تحتوي على خمسة أبواب، من يذكرها لي؟ أبواب خمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. قبل هذا، هل كتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتاب التوحيد؟ يعني مثلا قال بعد البسملة والحمدلة، أما بعد فهذا كتاب اتقيت ووضعت فيه كذا وكذا، هل لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتاب التوحيد؟ لماذا لم يكتب؟ نعم، فتح الله عليك، اصبر يا أخي، أراد أن يعلق الخلق بالخالق، ما أراد أن يكتب شيء من كلام أدلة من كتاب السنة، وهذا هو التوحيد، صح؟ أي نعم، تعلق الخلق بالخالق. البخاري رحمه الله اقتدى بالبخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله لم يذكر مقدمة الكتاب الصحيح، لماذا؟ أراد أن يعلق الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب متخصص في الحديث، وهذا كتاب متخصص في التوحيد، كتاب السنة، الله تعالى. هذا قول. القول الثاني فتح الله عليك، نعم، القول الثاني نوجد في بعض النسخ البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن هذه الأبواب الخمسة قلنا تصلح أن تكون مقدمة للكتاب، أبواب خمسة وسنتي معنا إن شاء الله تعالى، فتح الله عليك. طيب ما هي الأبواب الخمسة؟ الباب الأول، نعم، أرفع صوت، باب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الباب هو باب وجوب التوحيد، ما الأدلة أو ما حكم التوحيد؟ هل هو واجب أو مستحب أو ماذا أو جائز؟ سبحان الله، بقي معنا يا أخواننا التوحيد، نعم يا التوحيد هو أوجب الواجبات، وأول الواجبات، نعم التوحيد هو
على كل مسلم ومسلم الله يفتح عليه، حتى يجب حتى على الكافر ولا يجب على الكافر، يجب على كل مكلف. اي نعم فتح الله عليه. طيب ما الدليل على وجوب التوحيد؟ من يعرف؟ يا اخواننا دليل واحد على وجوب التوحيد سبحان الله. نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. الآن جاء هذا الأخ وأخذ هذا الجهاز وأخذ يحفر به الأرض أو يدق به الجدار، ماذا تقول عنه؟ مجنون صحيح عنه؟ نعم. طيب دخل عندنا الآن إلى المسجد شاب يلبس لباس الكرة ومعه صابرة وكرة وباقية، ماذا تقول عنه؟ دخل المسجد هنا أراد يلعب كرة في المسجد، ماذا تقول عنه؟ مجنون صح؟ تقول هذا ليس بمكان. قال أين؟ تقول أنت لابد أن تذهب إلى مستشفى المجانين. صحيح عمل. طيب سؤال ثاني، أنت الآن خلقت تأكل وتلعب وتشرب وتنام؟ لا، خلقت حتى تكون عابد، عابد لله موحد. نعم يعبدون يوحدون. فإذا اشتغلت، انتبه لهذا الكلام، إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير عبادة الله أنت مثل هذا الذي يحفر الأرض بالجوال أو يدخل المسجد يريد أن يعرف الكون أو ينام الآن هنا في المسجد وقت الدرس. مجنون هذا صحيح أم لا؟ هذا الكلام يعرف كل أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا خلقت حتى تكون عابد، فإذا اشتغلت بعبادة الله في هذه الدنيا والله سعيد. صح؟ حتى وكنت فقير وكذا، نعم. وإذا اشتغلت بغير عبادة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنا أسألكم سؤال، أين أكثر الانتحار؟ في المساجد؟ ما أحد ينتحر في المساجد الحمد لله أبدا، ما تسمع يوم من الأيام أن أحد انتحر في المسجد أو انتحر في مكة أو في المدينة، صح؟ لكن تسمع ملايين انتحروا في الملاهي والمراقص وعند البحار والشواطئ، صحيح؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم سخروا البدن في غير ما خلق له. الآن مثلا رمضان صلاة بالله الرياض، النهار صار والليل طاعة، أكل قليل، عمل كثير، قراءة للقرآن، محاضرة على الصلاة، تعمل في رمضان ما لا تعمل في غيره من الأشهر. لماذا؟ لأنك سخرت البدن في غير ما خلق، تتمنى أن العام كله يكون رمضان، صحيح؟ صحيح. الحج الله بلغنا اليوم رمي وطواف وسعي ومنى وعرفة، تتعب لكن تسعد في هذه الأيام، صحيح؟ لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق له، خلقت حتى تكون عام. إخوان هؤلاء الأئمة، أنت تظن الآن ما أريد أن أتكلم عن يعني من يعني تقدم من الأولين على الأئمة الأربعة، لا أنت تكلم عن المعاصرين. أنت تظن أن الشيخ الفوزان حفظه الله يعني يعرف اللعب؟ تظن هذا؟ أبد. تقول رجل عرف بن حفظه الله جد واجتهاد
الشيخ بن عثيمين رحمه الله تظن رحمه الله كان يعرف الكرة؟ تظن هذا؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله ما يعرف لعب الكرة هذا، ما يعرف. كان يناديه أولاده الصغير يقول تعال محمد العب معنا تعال. وهو واضع الكتاب على صدره يقول إن شاء الله إن شاء الله، ما يأتي ما يعرف لعب الكرة هذا. ماذا جابت علينا الكرة إلا المشاكل صحيح؟ والله اخوان هؤلاء ما عرفوا اللعب، هؤلاء الأئمة ما عرفوا اللعب، حياتهم كلها جد واجتهاد، سعيد؟ نعم، لا شك فيها. نعم. إذن الغاية من خلق الجن والإنس التوحيد. ولذلك ذكرنا لكم أمثلة أمثلة. شيخ الإسلام سجن ظلما، نعم، إمام شيخ الإسلام وسجن ظلم، ماذا تظن أنه صنع عندما أدخل السجن؟ موحد. عندما أدخلوه إلى السجن وأغلقوا عليه باب الزنزانة قرأ الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هذا في السجن يقول هذا، كتب رسالة لأمه، شيخ الإسلام في السجن مظلوم تدعو عليه وسجن، ماذا تظن أنت الآن لو كنت شيخ إسلام وسجنه تكتب رسالة لأمك؟ ايش تكتب لها؟ تقول والله ظلمنا وكذا و... صحيح؟ وتضع عليها شيخ الدموع، صحيح؟ شيخ الإسلام يكتب رسالة لأمه من السجن، ذكر في هذه الرسالة البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما زالت نعم الله علينا تتوالى نعمة بعد أخرى وما زدنا في ازدياد، وقد فتح الله علينا بالفتوحات ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطيب، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. سبحان الله، إذا خرج من السجن إذا ماذا يقول؟ يكتب رسالة لإخوانه من السجن، وفي أول هذه الرسالة يكتب وأما بنعمة ربك فحدث. قال هو رحمه الله، قال المسجون من سجن عن ربه، هذا المسجون هو في الدنيا هو مسجون. ابن حجر رحمه الله، ابن حجر عالم كان ثري جدا، كان اذا خرج يخرج في موكب مثل ما يخرج الرؤساء اليوم. فخرج يوم في مصر في الموكب والخيول وكذا، خرج واعترض الموكب رجل يهودي وأمسك الموكب وأوقف موكب ابن حجر. فقال ابن حجر، قال يقول نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف وأنت في هذه الأبة، يعني في هذا الرفاهية وفي هذا كذا، وهو هذا اليهودي في هذا يعني الفقر وكذا. فقال له ابن حجر رحمه الله، قال إذا دخل المؤمن إلى الجنة رأى كل نعيم في الدنيا أنه سجن، حتى وإن كان أغنى الأغنياء في الدنيا. وإذا دخل نسأل الله السلامة العافية الكافر إلى النار رأى كل شيء وإن كان نعيم في الدنيا أنه كأنه كالجنة، أسلم اليوم المباشر. إذن يا أخوان توحيد حياة القلوب، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا لمن؟ للمؤمن فقط. وجد طعام أكل وحمد الله، ما وجد صبر. أما الكافر وجد أكل وصنع، وإن لم يجد أخذ يسير مثل ما تصيح البهائم، صحيح؟ وجوب التوحيد
أوجب الواجبات، أول الواجبات تعرف على الله حتى لا نقع في الشرك، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، تكثير الحسنات، تكفير السيئات. لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين. هذا الباب الأول، باب وجوب التوحيد. الباب الثاني، باب فضل التوحيد. لماذا ذكر فضل التوحيد؟ حتى تشتاق وتعرف سعة فضل الله سبحانه وتعالى أن يوجب الشيء ويعطى على الأجور الكثيرة. ثم الباب الثالث، الباب الثالث تحقيق التوحيد. أراد منك أن تحقق التوحيد، تكون محقق للتوحيد. كيف تحقق التوحيد؟ بالقول والعمل والاعتقاد، كما ذكرنا بالإيمان، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. تحقق التوحيد أي تخلص التوحيد من ماذا؟ من الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد أي تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من ماذا؟ من الشرك والبدع والمعاصي. نعم، بهذا يكون تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تخليص التوحيد من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والبدع والمعاصي. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، أي إمام مقتدى، بماذا؟ قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها. انتبه يا طالب العلم، لابد أن تكثر بطاعة الله. والآن هذه الوسائل يعني ألهت بعض الشباب، هدانا الله إياهم، وسائل حديث هذا الجوال كان صحيح. قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، لله إخلاص، حنيفا حبا الله مدمع الشرك، شاكرا لأنعمه شكر النعم، صح؟ قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين براءة من الشرك. ستة أمور، قدوة، كثير الطاعة مع الدوام عليها، إخلاص، البراءة من الشرك، مقبل على الله، مقبل على الشرك، شاكرا لأنعم. هذا المحقق للتوحيد. نعم، الباب الخامس، نعم الرابع، آسف، الخوف من الشرك. الخوف من الشرك المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك، يخاف على نفسه، خاف على نفسه من النفاق، خاف على نفسه من الشرك. اي نعم، تتهم نفسك دائما، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابة من مال، من الرياء. إذا نحن باب أول، صح؟ نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام خليل، أعلى درجات المحبة، أثنى الله عليه أبو الأنبياء، ماذا يدعو؟ بماذا يدعو؟ يقول واجنبني يا رب، اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، ما أريد أن أراه، صح؟ نعم، خوف، لابد تخاف على نفسك من الشرك. ترى الكافر تقول الحمد لله الذي عافاني،
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما بالك بمن يعجب بالكفار وشكر الكفار وشارك الكفار في اعياده واحتفالاته؟ صح؟ نعم. اذا لابد ان نخاف من الشرك. كيف نخاف من الشرك؟ من يعلم كيف يكون الخوف من الشرك؟ الاول بدراسه التوحيد، الثاني بدراسه الشرك حتى لا تقع فيه، الثالث بالدعاء، تدعو الله واجنبنا وبني ان نعبد الاصنام. هناك بعض الناس لم يخطر يوم على بالي ان يدعو بهذا الدعاء، صحيح؟ اي نعم. الرابع البراءة من الشرك، فتح الله عليك بالقلب واللسان والجوارح. نعم. الصدق من جاء مجلس فتح الله عليه. طالب العلم لابد ان يكون صادق، صح؟ نمت؟ نعم الحمد لله. وما انت باول سائل غره قلبك، كل الناس ينام الحمد لله. طيب الباب الخامس، الباب الخامس، نعم نعم، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالمحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تفتي؟ لا، فتوى لها هيئة كبار العلماء، الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ المفتي، الشيخ عبد العزيز. نعم، الفتوى تعلم الناس التوحيد، تدعو لشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد عبده رسوله، تنهى عن الشرك. نعم، فالمحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاءك كامل وقال أريد أن أعرف كيف يدخل المرء في الإسلام، تقول أنا ما أفتي؟ اذهب وما اريد منك فتوى، اريد التوحيد. قال ما معنى لا اله الا الله؟ كيف احقق التوحيد؟ اريد احقق التوحيد واكون موحد مسلم. تتركه؟ لا يا اخواننا، لابد ان ندعو لما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وكل انسان بما يقدر عليه بالكتاب، رسائل، نعم تستطيع والله وسائل الدعوة إلى الله اليوم ما شاء الله. لكن الدعوة لها شروط. الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لا لجاه ولا سلطان ولا غيره. الثاني العلم الشرعي الذي تعرف وأنت موقن منه 100%، هذا تعلم الناس، والذي تشك فيه ما تتكلم بكلمة، تفتي؟ لا. قال سألك قال ما هي الصلوات المفروض؟ ايش تقول؟ تقول الله أعلم أنا ما أفتي. الصلوات المفروضة قال ماذا يجب علي أن أصلي؟ أي صلوات أصلي؟ تعلم. طيب الثالث معرفة حال المدعو، يعني حتى تعرف كيف دعوة أهل الكتاب مثلا، يعني مثال الآن هذا الأخ ذهب لدعوة الروابط، فلا بد أن يعرف أن هؤلاء عندهم شبه، هل يفتح لهم هذه الشبه يقول أعطونا الشبه؟ لا، قال أريد أعلمكم التوحيد فقط، ما أريد شبهة ولا غيره، يكفي في رد الشبهة أنها شبهة. الحمد لله. تمام.
الحكمة. ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخامس الصبر، يصبر يخرج في الدعوة يظن أن هذا الطريق مفروش بالورود، الناس يقول تفضل ممكن يضرب، صحيح؟ اي نعم. دق الباب على رجل ففتح هذا الباب وقال لي هذا ماذا تريد؟ قال اريد ادعوك للاسلام. فبصق في وجهي قال اذهب، وبصق في وجهي فقال هذا الداعي مسح هذه التي على وجهي وقال يا رب لك الحمد أوذيت في سبيلك. هذا كاد يشل وآخر يقبل هذا وقال الذي تريد تعال، صح؟ ها؟ أنت تريد تسلك طريق الدعوة وما يأتيك شيء؟ ها؟ ما يمكن، لأن هذا الطريق سلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقهم ما لحقهم. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، عودي تكلم حتى في عرضي عليه الصلاة والسلام، صح؟ اي نعم. فلا بد ان تسبر في هذا الطريق. طيب اذا الدعوه بشروط، يدعو الى ماذا؟ يدعو الى التوحيد. الله اعلم. نكتفي بهذا المقدار ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء نقف، ومن العشاء للفجر 5 ساعات. الحمد لله هذا معنا وقت ان شاء الله بعد العشاء، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.